قول لي كيفاش جاتكم هاد الاضاءه جديده والديكوراسيون زوينه عاوتاني. لكم واحد الكوكب هنايا، واحد الرعده هنايا، ودير واحد اللعيبه ثانيه ديال الضوء، راه كيبقاو يتبدلوا كيبدل الوانات. تقولي لي كيفاش جاكم هاد الشيء، واسمحوا لنا راه البرد عندي بزاف هنايا. المهم ما نطولش عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم كيف ديما. اليوم غادي نهضروا على الميتافيرس. انا فريمون الموضوع هذا نايض عليه بزاف ديال الصداع وديال الاسئله في المغرب. الناس باغيين يفهموا اكثر ويعرفوا شنو هو، واش ممكن نربحوا الفلوس منه، وكيفاش نربحوا منه الفلوس بطريقه عقلانيه بيان سور، وما حدو في البدو ديالو ضروري ما نتبوزيشيونا ونكونوا حنا شادين البلاصه ديالنا باش ما يفوتناش الحال بحال اللي كان وقع بزاف في الكريبتو بزاف ديال المجالات. اوكي دونك كما كتعرفوني ديما كنجيب لكم ان سبيسياليست اللي تيفهم احسن مني في شي دومين وتنقدمو لكم. ديجا وريت لكم واحد الفيديو كنهضرنا على التلكوين، واليوم غادي نهضرنا على الميتافيرس. غادي عطينا التعريف ديالو وكيفاش نديرو ربح منه، المشاريع اللي فيه او الالعاب اللي ممكن. المهم ما ندخلش معاكم في الديتاي، خلي تتعرفوا كل شيء معايا. دونك ما تنساوش راكم عارفين ديما تشجيعات الدراري ديالكم ما تيشجعوا باش ندير لكم فيديوهات جداد. دونك لايكيو وبارطاجيو وكومونتيو الا كانت عندكم شي سؤال ولا اي اقتراح في القناه. ندوزو لصلب الموضوع بعد الفاصل الاشهاري ديالنا. دونك خويا مهدي شكرا بزاف حيت قبلتي لانفيتاسيون ديالنا. اليوم غادي نهضروا على سوجي اللي كيدور بزاف اللي هو الميتافيرس، وما بغيناش نعاودوا نزقلوا بحال اللي كان وقع مع الكريبتو شحال هادي. بغينا نكونوا من الاول اللي غادي ندخلوا فيه ان شاء الله، حاولنا نربحوا منه. دونك خويا مهدي نخليك تبريزونتا فيت في، تعرف راسك على الناس. وراه هو ضيق هو اللي كان دوالنا على تيل كوين في واحد الفيديو، كان دوزنا واحد المقطع اوديو ديالو كنفسروا لنا. دونك مهدي داك الكلمه. مهدي انفست هاد لاشين هادي اللي كريتها في يوتيوب وفي انستغرام. كنهضر على الكريبتو بالدرجه الاولى، وكنهضر على الاستثمار اون جينيرال. انا واحد الانسان زعما اللي عز عليا لا كريبتو بزاف. دخلت ليها دابا هادي شي عامين ولا اكثر. فوالا هادي هي ليستوار ديالي، انا عز عليا لا كريبتو، وكنحاول نبارطاجي دوك المعلومات ديالي مع الناس. اوكي خويا بيتي شكرا بزاف. برك انا كنعرفك تفهم بزاف لي دومين اللي منهم الان اف تي، منهم لا كريبتو، منهم كاع داكشي ديال ديفاي كلشي. مي اليوم الموضوع ديالنا اللي غادي ندويو عليه هو الميتافيرس. اوكي شنو هو الميتافيرس هادي؟ الميتافيرس باش نحاولوا نختصروه، واخا هو راه صعيب الصراحه، كل واحد واش يعطي واحد التعريف ديالو. ما كاينش واحد التعريف اللي كلشي متفق عليه، مي نقدروا نقولوا بلي واحد العالم افتراضي اون 3 دي، يعني الفورمول ديالو اون 3 دي، اللي كتقدر تدخل ليه وتتعامل مع ناس اخرين عن طريق واحد الافاتار ولا واحد الشخصيه اللي انت كتصايبها وكتبقى كتحكم فيها داخل هذا الميتافيرس. يعني حنا كنتحولوا من العالم الواقعي ديالنا اللي كنعيشوا فيه كل نهار، وتمشيو تنتحولوا لواحد العالم اللي هو افتراضي. هذا هو الميتافيرس اللي بغينا نعرفه باختصار. انا اللي عجبني اكثر السيم هذه في الميتافيرس اللي هو دار بحال واحد العالم اللي غنسلكوا فيه الكريبتو والان اف تيز، يعني سلكهم بجوج. هو الميتافيرس كما قلنا هو واحد العالم الافتراضي اللي خصو واحد العمله تكون خاصه به. يعني ما يمكنش لك تستعمل الدرهم ولا الدولار ولا اليورو في واحد العالم اللي انت، يعني واحد العالم اخر اللي ماشي واقعي. ان الايكونومي ديال هذاك العالم، الاقتصاد ديال هذاك العالم تيكون مختلف على الاقتصاد ديالنا حنا في العالم الواقعي. حتى الحكامه اللي كتكون في هذا العالم، يعني حنا كتحكمنا واحد الحكومه ولا واحد الدوله. في الميتافيرس كيكون واحد داو، يعني واحد ديسنترلايز اوتونوموس اورجانيزيشن، واحد المجموعه ديال الناس اللي تيكون مثلا عندهم هذاك الكوين، عندهم ديك العمله، هما اللي تيختاروا ولا هما اللي تيتحكموا وتيخرجوا قوانين ديالهم اللي خاصه بهم في ذاك العالم ديالهم. داكشي علاش ما يمكنش لنا نستعملوا كما قلنا الفلوس العاديه، يعني الفيات في هذا العالم هذا، فحنا تنستعملوا لا كريبتو. ثاني حاجه اللي هي الان اف تيز. الان اف تيز هو داك الشخصيه اللي انت كتصايبها خاصها تكون في الملكيه ديالك. وحنا في لا تكنولوجي ديال الان اف تي، هذاك التوكن ان اف تي يعني نون فانجبل توكن. مثلا ان بيتكوين كيشبه ان بيتكوين كيشبه لواحد بيتكوين اخر، الدولار كيشبه الدولار كيشبه الدولار. الان اف تي الخاصيه ديالهم ولا التكنولوجيا اللي وراها هاد الان اف تيز هما ان ان اف تي ما كيشبهش ان اف تي، كلهم كيكونوا مختلفين وغير قابل انك ديفيزيهم اكسيتيرا. هادشي اللي تيخلي ان هذاك الافاتار وهذيك الشخصيه اللي تتلعب بها في هذاك العالم الافتراضي، من الاحسن تكون ان الملكيه ديالها عندك انت وانت بوحدك. فهنا فين كنشاركوا الكريبتو والان اف تيز فين تيدخلوا وتيلعبوا واحد الدور كبير في العالم ديال الميتافيرس. واخا دابا الميتافيرس واش غادي يكون على شكل العاب افتراضيه اولا شنو؟ هو بدا في اول حاجه الميتافيرس بدا هذه في 1992 فاش بدينا كنتخيل هاد لومو، يعني هاد الكلمه خرجات في واحد الكتاب ديال زعما ساينس فيكسيون ديال علم الخيال.
من بعد كاين واحد الفيلم اللي كان خرج بلاير نمبر 1، هو كيكون مثلا العالم اللي حنا عايشين فيه، العالم الحالي وقع فيه مشاكل بسبب الاحتباس الحراري وبسبب القله ديال الموارد الطاقيه، يعني الناس ما يقدروش يتنقلوا يمشوا للخدمه ديالهم، ليكونومي طاحت، فالناس ولاو تيدخلوا لهذا العالم الافتراضي ديال الميتافيرس، وفين تترى الحياه الواقعيه ولات كترى تما. فهذا هو الفيلم اللي اول مره جاب الكونسيبت ديال الميتافيرس. من بعد ديفلوب هذا الميتافيرس ولاو كاين دي جيم، ولكن المشكله ما بين الميتافيرس ومثلا هذا العالم ولا العوالم الافتراضيه اللي كاينه دابا بحال فورتنايت، بحال وورلد اوف ووركرافت، الفرق ما بين الميتافيرس وهاد العوالم هو ان الميتافيرس غيكون اول حاجه ديسونتراليزي لا مركزي، يعني ما كايناش واحد الشركه اللي كتحكم فيه، مثلا ديك الشركه ديال اي اي جيمز ولا واحد الشركه ديال الالعاب اللي كتحكم فيه، تيكون يعني في البلوكتشين، ولا بلوكتشين كما تنعرفوها راه لا مركزيه. ثاني حاجه انه الناس اللي داخلين في هاد الميتافيرس هما اللي تيتحكموا فيه كما قلنا في الحكامه، يعني القوانين اللي كتخرج من عند هاد الناس، الناس اللي تيشريو هذاك العمله اللي ديال هذاك العالم هما اللي كيقدروا يديسيديو شنو غادي يوقع في هذاك العالم والقرارات اللي كتخرج. وثالث حاجه كما قلنا فراه كاين واحد العامل ديال لا ديسونتراليزاسيون، يعني كما قلنا لا مركزيه. فهذا هو الفرق الاساسي ما بين مثلا هذا الميتافيرس اللي غادي يخرج، وكما قلنا حتى الايكونومي كتكون مبدله، يعني الايكونومي ديال هذا العالم هذا. مثلا في لا ديفاي راه كاين الميتافيرس يمكن له دير لا ديفاي في الميتافيرس، كاين حاليا دي بروجي بحال ديفاي كينغدم فين يمكن لك تلعب تدخل وتانتيغاجي وتهضر مع الناس وكتربح فلوس، انك سوا كتصايب واحد الحوايج مثلا واحد الطوموبيله ولا واحد الدار ولا واحد، يعني انت كتقوديها وكتصايبها بواحد الموديل 3D وكتعاود تبيعها على شكل ان اف تي، يعني انت كتصايب باش تربح فلوس، بيلد تو ايرن، كتبني باش تربح فلوس ولا كتلعب باش تربح فلوس. فهنا عندنا واحد يعني حتى داك الموديل الايكونوميك النموذج الاقتصادي اللي تيكون في داك العالم تيكون خاص به. فهذه هي الفرق الكبير ما بين هادو هما زعما الفوارق ما بين الميتافيرس اللي كاين دابا، العوالم الافتراضيه اللي كاينه دابا بحال فورتنايت بحال اكسيتيرا، وما بين الميتافيرس ولا العالم الافتراضي. دابا انت كتلعب مثلا فورتنايت، ملي كتلعب مثلا كتطور واحد الشخصيه وكتولي عنده واحد السلاحات كبار وهادي، ولكن هادوك راه تيبقاو عندهم قيمه غير في اللعبه. اما في الميتافيرس ان فوا كتاخد واحد الان اف تي ولا كتصايبو ولا كتربحو كتكون عنده مثلا قيمه بانه تيكون غار، يعني ما نادر او شي حاجه ملي كتبيعو في العالم الحقيقي، وتكون القيمه ديالو حتى خارج الميتافيرس في العالم الواقعي. فهذا هو الفرق الكبير ما بين الميتافيرس وما بين مثلا العوالم الافتراضيه اللي تنعرفوها بحال فورتنايت وبحال بحال الالعاب اللي كاينه دابا. يعني حاليا بالنسبه للميتافيرس كاين بزاف ديال البلايص فين ممكن نشاركوا في زعما هاد العوالم الافتراضيه، ما كتلقاش غير بلاصه وحده اولا غير لعبه وحده، هادشي اللي بغيت نفهم اكثر. لا كاين بزاف ديال البلايص، كاين لي بروجي اللي بداو من هادي شحال هادي كانوا هما الاولين، يعني الا هما اللي غتلقى عندهم واحد التاثير كبر. وكما كنشوفوا دابا راه فيسبوك، يعني الشركه ديال فيسبوك بدات سميتها هذا شميطه، بان كتحاول هي اللي تبان في الواجهه في داك بحال انا اللي صايبت الميتافيرس ولا كانت بنات الميتافيرس، نعم اللي فيهم زعما هاد الالعاب الافتراضيه اللي معروفين بزاف، اللي مثلا سواء الناس كيديروا فيهم هاد قلتي لي بلاي تو ايرن او لا بويلد تو ايرن، يعني عطيني شركات في هاد لي دو دومين هادو. نعطيك مشاريع ديال الكريبتو، يعني في الكريبتو كندوي على مشاريع ماشي شركات. مشاريع كاينه اول وحده ديسونتراليزد، هذه من اكبر لي بروجي كريبتو، يعني مشاريع كريبتو ديال ديسونتراليزد، اللي هي الكريبتو ديالها مانا، الكريبتو ديال امانا. كتبروبوزي لك اول حاجه كتشري وكتبيع العقار، يعني على شكل ان اف تيز، هذيك الدار ولا هذيك البقعه الارضيه اللي كتشريها ولا كتبيعها يمكن لك يعني تربح فيها فلوس في العالم الواقعي، وكاين ملايين الدولارات اللي باش كيتباعوا كيتشراو دوك الاراضي على حساب الموقع، على حساب شحال ديال الحوايج. كما قلنا يمكن لك تصايب شي ان اف تي، يعني في هذيك لا جيم تصايبو على شكل شجره ولا يقدر يكون اي حاجه وتعاود تقدر تبيعو تما. فتما تيبان لك بلي كاين واحد ليكو سيستيم، يعني كاين واحد البيئه واحد الاقتصاد اللي خاص بهذاك العالم اللي تستعمل فيه لي الكوين ولا العمله اللي كتستعمل فيه هي المال. كاين دي كازينو اللي يمكن لك تدخل وتلعب في داك الكازينو في ديسونتراليزد بالكوين مانا اللي تقدر من بعد تبيعه وتحوله للدولار ولا تحوله للبيتكوين ولا تحوله لشي حاجه اخرى. يعني مثلا اللي بغى يدير الكازينو في ديسونتراليزد شنو كيدخل السيت ديال ديسونتراليزد وكيلقى تما دوك المشاريع لي جو ديالهم ولا شنو؟
باش تصايب انت كازينو نورمالمون خص تكون عندك واحد الخبره في يعني في الكودين. لا ماشي باش تصايب, باش تشارك مثلا تلعب الكازينو. لا يمكن لك تصايب الافاتار ديالك, تصايب يعني تدخل دي سونتراند هو راه غير في الويب براوزر, يعني غير في الويب, لان اللعبه كتكون في البلوك تشين ماشي في الويب, في الويب انترنت. كتصايب الافاتار ديالك وممكن لك تمشي وتسارى وتدور في هذاك العالم وكتلقى لي كازينو تما, يعني كاين بلاصتهم فين يمكن لك تمشي وتلعب انت بهذاك الكوين مانا, تلعب ولا تشري دار ولا تشري, فتما كاين فهمتي يمكن لك تشري اي حاجه, اي ان اف تي كاين في الماركت بليس ديالو ممكن لك تشري بقعه ارضيه او دار او 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 كتشري في وسط الميتافيرس يكون ان اف تي. اه وي وي بيان سور, حيت داك البيرسوناج ديالك يمكن لك انت تلعب بان ان اف تي, كل بيرسوناج ديالك انت ان اف تي, ولا هذيك الدار اللي كتشريها ولا ديك البقعه الارضيه راه في الاصل ان اف تي. واخا وإذا بغينا مثلا حنايا السي مهدي نربحوا بهذا الميتافيرس هذا, يعني كيفاش نديروا نستثمروا فيه, باي شنو ما الطرق اللي كاينين؟ يمكن لك تشري العمله ديالو, يعني قد ما طلع الطلب على ديك العمله ديال هذاك المشروع ديال الميتافيرس قد ما مزيان, يعني قد ما كيطلع البخي ديالها, ولا يمكن لك يعني تشارك في دي زيفينمون, يعني بعض المرات كيكونوا دي غالغي دار, يعني دي كونسير, يعني تيكونوا حفلات فنيه, يعني كما قلنا كاين دي سونتران وكاين حتى الساند بوكس. الساند بوكس هي من اقدم لي بروجي ميتافيرس اللي كاينين, وحاليا الساند بوكس اللي معروف فيها ان كاينه واحد البقعه ارضيه ديال سنوب دوغ, يعني اللي كنتي كتعرف سنوب دوغ خي امير, يعني سنوب دوغ كي اورغانيزي تما دي كونسير, يعني تيجيو الناس وتيتفرجوا في لي كونسير ديال سنوب دوغ, ودي فوا تيكون كتوزع عليهم دي ان اف تي ولا تحضر واحد الغالغي دار وتقدر تقلب وتشري ان اف تي وتقلب فيه البيع, يعني كاين بزاف ما يدار, يعني يمكن لك تستثمر في العقار ديال الميتافيرس, يعني تشري وتبيع الاراضي, يمكن لك تستثمر في العمله ديالو, يمكن لك تستثمر في الان اف تيز ديالو. مثلا هذه القضيه ديال العقار كنعرف واحد السيت سميتو nextearth.io عرفتيه؟ عرفت شويه. هذا مثلا داخل في ديسونترالاند مانا ولا بوحدو؟ لا هذا بوحدو, كاين ابلاند كاينين جوج هما كيشبهوا لبعضياتهم, نيكست ايرث وابلاند, هادو بجوج سي دي بروجي اللي ماشي بحال, يعني ما قارنوش ديسونترالاند لان ديسونترالاند قديم بزاف وعندو لي زوتيليزاتور ديالو بزاف, يعني المستعملين ديالو كثار بزاف بحال وبحال ساند بوكس, ولكن هادو دي بروجي نيكست ايرث وابلاند هادو دي بروجي اللي ماشي يعني يمكن لك تستثمر فيه, ماشي يكون شويه الريسك, كاين الريسك انه هذاك لو بروجي ما يكونش عنده من بعد مستعملين بزاف وفي الاخر يموت هذاك, ولكن انا صراحه من هذا المنظور ديالي انا, يعني دابا المارشي ديال الميتافيرس حاليا في 180 بليون ديال الدولار, 180 بليون دولار من هنا ل 2025 كنتوقعوا انه غادي يوصل 400 بليون دولار المارشي ديال الميتافيرس ولا ليكونومي ديال الميتافيرس, فهنا تيبان بزاف الفلوس غادي يدخلوا للعالم ديال الميتافيرس, فتيبان ليا انه الاستثمار في مشاريع صغيره يعني بحال نيكست ايرث بحال ابلاند يقدر من بعد يجيب لك واحد الربح اللي كبير, يعني من هنا واحد 3 سنين ولا 4 سنين. دابا قلتي لنا الطرق السي مهدي هو انفيستيو في الكريبتو ديالو, يعني عطينا عفاك واحد الكريبتو ديال الميتافيرس اللي معروفين, واحد ترتيب مثلا ما عرفت الخمسه ولا اربعه اللي كتعرفهم انت واللي كتظن بان عندهم زعما غيكون عندهم ان شاء الله مستقبل. واخا انا عندك الثلاثه الاولين يعني الكبار, ومن بعد غندوزو لهذوك الصغار, يعني قد ما كان هذيك البروجي صغير في الماركت كاب ديالو قد ما تيكون الانفستيسمون فيه الاستثمار فيه تيكون ريسكي وي. فاحنا غنقولوا الثلاثه الكبار اللي تيكون فيهم يعني الريسك نورمالمون تيكون قليل, عندك ديسونتراند اللي الكون ديالها هي مانا, عندك ساند بوكس اللي الكون ديالها هي الساند, وعندك نت فريك نت في ار كا, عرفتي صعيبه تي باش تقولها صعيبه هذيك ديال شي واحد. دونك قلتي المانا ساند بوكس اي نتورك نتورك وكاين حتى اكسي انفينيتي, جو بونس كلشي يعرف اكسي انفينيتي, فحتى هي راه ميتافيرس اكسي انفينيتي. اوكي دونك قلتي هادو هما ثلاثه اربعه الاول الكبار والصغار. الصغار كاين واحد البروجي اللي سميتو بيت كونتري, التوكن ديالو هو نوم ان يو يو ام, هاد لو بروجي هذا يلاه غادي يتلونسا, يعني يلاه غادي يخرج للمارشي, كاين في البلوك تشين ديال بولكادوت يمكن يكون كبير لانه هو ماشي غير ان بروجي ميتافيرس, ولكن هو تيعطي الناس لي ديفلوبور ولا لي بروجي اللي يلاه جايين باغيين يصايبوا الميتافيرس ديالهم كيعطيهم لي زوتي يعني المواد باش انهم يصايبوا الميتافيرس ديالهم, تيعاونهم اكسيتيرا, هو واحد البروجي اللي تري تري انتريسون. المهم
هذا الشيء بلي الاستثمار فيه يمكن يكون واحد حاجه زعما مزيانه من هنا قدام. هادو هما لي بروجي دابا اللي جاوني في راسي. يعني كاينين دوطخ بروجي بحال البلوك، بحال ناكا ديال ناكاموتو جيمز، فكاين بزاف، كاين فراسيتي فرا، يعني كاينين بزاف ديال البروجي كله شويه فين تي سبيسياليز. ان جي ان جي هذا من البروجي الاولين، هذا يعني صراحه واحد البروجي اللي زوين بزاف. ان جي هذا خاص بالجيمين مزيان انفيستي فيه هو. وي وهاد ان جي عنده واحد فيليال ديالو، عنده واحد البروجي اللي يلاه غادي يخرج دابا. يعني باش نشرح لك شنو هو ان جي، ان جي صايبوه هما واحد ستوندار ديال ان اف تيز اللي تسمى او ار سي 1155. ستوندار ديال ان اف تيز اللي كان شحال هادي هو او ار سي 721 اللي كان فيه بزاف ديال المشاكل، انه متقال وكان بزاف فيه زعما بزاف ديال المشاكل، وما اختاروا يعني اختاروا واحد ستوندار جديد. يعني هما راه تيعرفوا مزيان شنو تيديروا هاد الناس، هاد التيم ولا الفريق ديال او ان جي. ودابا غادي يصايبوا واحد البروجي جديد اللي سميتو انفينيتي. هاد انفينيتي اول بروجي غادي يخلي الان اف تيز يدوزو من بلوكتشين لبلوكتشين، لان حتى لحد الان كل بروجي كل ان اف تي تيكون محبوس في البلوكتشين ديالو. ان اف تيز ديال الاثريوم بوحدهم، ان اف تيز ديال سولانا بوحدهم، ما يقدروش يدوزو ما بين البلوكتشين. فهنا جاء انفينيتي وقال انا غادي نحل لا تيم ديال انجن خلقوا هاد البروجي ديال انفينيتي، قالوا حنا غادي نحلوا هاد المشكل هذا، غادي نصايب واحد ستوندار جديد ديال ان اف تيز اللي يقدر يدوز كروس بلوكتشين، يعني من بلوكتشين لبلوكتشين اخرى. فهاد البروجي راه تري تري انتريسون. كنقول لك اخي امير رد بالك مزيان وخليه في عينيك هاد انفينيتي. انا راه انفيستي في لو ان جي دونك داكشي باش سولتك. ومزيانه حيت ان جي هاد ستوندار جديد ديالهم اللي قلت لك ديال او ار سي 1155 راه فاش كيتصايب انت كتمينتي داك الان اف تي. المينت هو فاش يلاه كتصايب انت داك الان اف تي كتخلقو. بالنسبه لهاد ستوندار تيكون فيه لداخل الكون ديال او ان جي، يعني يمكن لك انت من بعد الا بغيتي تحل هذاك الان اف تي تقدر تاخذ الكون ديال او ان جي. اجي مهدي، انت كنت كنشوف كتكري لي ان اف تي ياك في لي ستوري ديالك انستغرام؟ لا كنت غير كنمنتيهم، مي نقدر نكري انا نفسي. لا ملي كتعني كتمنتيهم شنو كتكريهم ولا شنو كتشري؟ لا كنت ديك الساعه تنشريهم، تشريهم في شي الله تيخرجوا. انت كتمنتي اول واحد انت اللي كديكلونشي فاش كتورك. كاين واحد الالغوريثم لور هو اللي كيصايب لك ديك الان اف تي كيجينيري و تيسيطو لك. فهذه هو المينت. كنظن خصنا نديرو شي فيديو تاع الان اف تي. مرحبا، الا كنتم مهتمين خليو لنا الكومونتير لتحت ونعاود نجيبو بعدين ان شاء الله نديرو معاه فيديو في الان اف تي. اوكي دونك فهمنا، عطاتينا لي كريبتو اللي ممكن انفيستيو فيها. دونك واش هذه الطريقه الوحيده اللي ممكن انفيستيو في الميتافيرس اولا كاين حاجه اخرى؟ حتى لحد الان هادشي اللي كاين، يعني كما قلنا الاستثمار اما تستثمر في الاراضي، اما تستثمر في العمله، اما تستثمر في الان اف تيز، واما كما قلت لك تقدر تلعب باش تربح فلوس، تلعب باش بلاي تو ايرن، يعني تلعب وتربح الكوين ديال داك الميتافيرس. يمكن لك تبيلد تو ايرن، حتى كتبني شي حاجه، يعني الا كان عندك مع الار كنتي ارتست 3 دي ولا شي حاجه تقدر تصيب شي دار شي طوموبيل شي حاجه وتبيعها يعني في الماركت بليس. فهادو هما الطرق اللي يمكن لك تربح من الميتافيرس. اوكي، هذاك القضيه ديال تلعب باش تربح، فين سمعتي بواحد اللعبه سميتها بومب كريبتو؟ سمعت شي حويجات ما عنديش عليها شي فكره. ديرها في البال في المغرب حاليا، ودخلت كنقلب عليها اي ابارامون كتدخل كتشري بحال دي باك فيهم واحد لي بيرسوناج تا هو قيل دي ان اف تي. تيكونوا دوك لي بيرسوناج بيكسليزي تيكون فيها كبخطوطه اي وخاص يطيحوا فيك واحد اللي كيسموا دي هيرو جو بونس اللي مجهدين هما اللي كيسميوهم تيقولوا لهم كيفارميو مزيان على القوه ديالهم اكثر من واحد اخرين. اون فيت بحال اللي غادي تقول كيديروا الماينينغ بطريقه ديال اللعب، فهمتيني؟ كيبقى يمشي تيفرقع واحد الصنادق وتيجمعوا الفلوس كيتخلصوا بالبيتكوين ولا شي حاجه بحال هكا. اي هضرت مع شي دراري زعما كنعرفهم كيديروا، قالك زعما كيربحوا منه فيه الفلوس، داكشي فيه الفلوس. اذا كان شي واحد زعما كيعرف هذا الشيء ديال بوم كريبتو يكونتاكتيني ونقدموا للناس هذا الشيء. كاين واحد لا جيم اللي هي يلاه تخرج سميتها مانكي بول في سولانا. مانكي بول لا جيم انا دخلت ليها في هذه غير شي يامات. فانت كتلعب كره
عندك واحد الـ NFTs اللي هما عبارة عن طرودة يعني مونكي بول، كتلعب كرة يعني كل واحد وكل NFT وفاش مسبيسياليزيك، اللي عنده في ديفونس، اللي عنده أتاك، اللي عنده إكسيتيرا، ويمكن تلعب كرة وتربح فلوس، ويمكن لك تفرج غير تدخل تفرج في ذاك الماتش وتربح فلوس، ويمكن لك تشري أن NFT تيران وتكري الناس يجيو يلعبوا فيه ولا يتفرجوا فيه وتربح فلوس. ودابا دابا اللعبه كاينه وكتلعب دابا؟ لا يلا غتخرج، يلا هذا تخرج. انا تنحاول ندخل في كريم فهمتي من الاولين اللي شي بلاصه في المارشي هو انا. ملي تخرج خصنا نديرو شي فيديو نقصرو انا قربت تخرج راه لويت واقيلا غادي تلونسا تولي تلعب يعني غدا تولي تلعب ضد بنادم يعني غدا وي داكور مزيان مزيان. دونك وكنضر قلتي لنا تقريبا كلشي على الميتافيرس وكنضر بان راه مازال في البدايه يعني ممكن الدراري دابا يدخلوا وينفيستيو وداك الشيء غادي يكبر في لون تيرم لان كنظن هو المستقبل دابا. وتا واحد الميساج بغيت ندوزو بالنسبه يعني لي ميتي ديال الفيتور يعني الخدمات ديال اللي تقدر تخدم فيهم في المستقبل ويكونوا يعني مربحين واللي يسيكوريزيوك هما ديفلوبمون. ديفلوبمون يعني بالنسبه للدراري يلاه تيقراو مزيان تعلم ديفلوبي يا اما جافا سكريبت يا اما سوليديتي يعني اي لونغاج انفورماتيك مزيان. ثاني حاجه الغرافيزم، ثالث حاجه 3D يعني داك الكونسيبسيون 3D اكسيتيرا. هادو هما لي ميتي اللي غادي يولوا مطلوبين بزاف في الفيوتور. بروفيتيش باش ندوز هذا الميساج هذا. شكرا بزاف اسي مهدي اللي يخطيك، ميرسي بوكو حيتاش قبلتي بالدعوه ديالنا وان شاء الله غادي نجيبوك دوطخ فيديو. شكرا بزاف. لكن عندك اخر كلمه بغيتي تقولها؟ شكرا بزاف لانك استقبلتيني اخويا امير، صافي ان غران بليزير. انا كنت نتبعك من يامات كامبوس فرانس ودي فيديو الاولين اللي كانت انا كنتبعك لان ديما كنحاول نجيب شي شخص اللي تيفهم اكثر مني في واحد الدومين، ما ندويش عليه انا، بالعكس نجيب شي واحد اخر نقدمو تيفهم احسن مني. انا ما هادشي ديال الكريبتو ديال الان اف تي يعني راه كندخلو كنكتشف منه. عندك انت تبارك الله انت وكريبتو ما اللي متبعكم في الدراري المغاربه كيهضروا على هادشي، ما كنضرش كاين شي واحد احسن منكم في هذا الدومين هذا. دونك انا جوج انفيت تبعوا خويا مهدي في يوتيوب ديالو انستغرام ديالو. انا طنطون ان شاء الله نجيبوا فيديو ماجيه. شكرا بزاف السي مهدي. شكرا. فيديو ديالنا سالات، كنتمنى تكون عجبتكم هذا لو ستايل دو فيديو، كيعجبكم الحال نجيب لكم لي زانفيتي كيفسروا لكم بزاف ديال المفاهيم اللي تكونوا شي شويه ما مفهومينش اولا المهم مواضيع جداد. الا كيعجبكم الحال خليوني في لي كومونتير وقولوا لي شنو تبغيو نهضروا عليه في الفيديوهات الماجيه ان شاء الله. الا عندكم شي شخصيه بغيتي نجيبوها في لاشين ونهضر نعيطوا لها مرحبا افيك غون بليزير. دونك هكا لايكيو كومونتيو بارطاجيو مع الناس ونشوفوا الفيديو الجايه ان شاء الله.